بفيديو اليوم مازن ما بيعرف شيء ابدا علي رح يصير. رح اصور معه هيك فيديو عادي، رح نقيم هيك توب يوتيوبرز شو رايك فيهم، وهيك كلام بسيط بالبدايه. عدونا عم نصور مع بعض حلقه تقييم، بس هي بالاصل بدنا نعمل له مفاجاه انا وعلاء وشل هيكلنا على وصوله للمليون مشترك. ان شاء الله يا مازن توصل كمان للعشرة مليون والمئة مليون يا رب، وكلنا هيك نوصل مع بعض ونحقق جميع احلامنا واهدافنا يا رب، نحن وانتو اجمعين كنا يا رب. المفاجاه ولما افاجئه راح اخليه اخر شيء، لانه بالبدايه راح يكون عادي، فيديو عادي، ما راح اخليه يحس انه في شيء عاملين له اياه انا وعلاء والشباب يعني. فخلص هيك الفيديو واخر شيء رح ندخل عليه، فخليكم لاخر شيء عشان تشوفوا. فعملت له هيك كم حركه بسيطه، ان شاء الله رح تعجبه، ان شاء الله تعجبه، ما بعرف يعني يمكن ما تعجبه. عملت له كيك، اخذت له اياها من الفيديو لاول فيديو عمله على اليوتيوب ونزله، اخذت له صوره مثل سكرين شوت شلون افرجيكم اياها، ويت، وكتبت عليها مليون، فخليني افرجيكم اياها. اوكي، وات از ذات؟ وجبت له كمان هديه، هاي شخصيه شارجيكم اياها، زد من ليج اوف ليجند. اظن لما كنا عم نصور هذاك الفيديو حكى انه بيحبها، وغيرك اتصلت له سالت له مازن شو هيك اكثر عن جد شخصيه بتحبها او مين بتفضل، هاد ولا هاد؟ قال لي زد، فجبت له اياها هيك. ما بعرف، انا بحب اعلق شغلات عندي فيمكن يستفيد منه، ما بنعرف. غيرك جبت له بلالين وعبيتها هيليوم وحطيت له واحد وام يعني 1 مليون ترى ذكي كثير. المهم خليني افرجيكم اياها. فهدول البلالين واحد وام، هدول هن البلالين، فان شاء الله يعجبوك يا مازن، والف الف مبروك كمان، وعقبال الثانيه والثالثه والرابعه مع شو خص، بس يعني هيك. اوكي، حاليا مازن عم بيصور هلا بالبيت، رح يخلص تصوير شيء يعني ساعه ساعتين ثلاثه، ورح يجي ورح يكون الشباب موجودين، بس هو ما بيعرف شيء، فراح اعمل حركه جميله وندخل عليه. بس لما يدخلوا الشباب وماسكين الكيك ما بعرف شو نغني له، صباح الخير طعمي، ما بعرف شو، هابي بيرثدي، غريب شو الغنية اللي رح تكون، ما بعرف، اعطيه غنية من غنية سبيستون، اغاني سبيستون، دوري يا ارضنا الحلوة دوري. لا لا لا، بدي ادور لك غنية تجي من النخاع، يا بابا تليفون قول له مو هون. لا لا والله ما بعرف. مازن مبروك، بس هيك والله هيك شكله، يمكن مازن مبروك وخلص. يا اللي ما فيديو اليوم راح نقيم يوتيوبرز، انا صراحه ما بعرف ولا واحد، يمكن بس واحد حعرفه، واشوف مازن كم يوتيوبر بيعرف تقييمه له. انا شفت اليوتيوبرز اللي حاط لي اياهم، في يعني كثير منهم ما بعرفهم بس في منهم بعرفهم، فخلينا نشوف. قيمنا مازن اليوتيوبرز، يلا نبدا بمستر بيست. اوكي، هذا الصراحه ما بعرفه، اول مره بسمع فيه. انا حاسس اني بعرفه، سامع فيه، انا سمعت فيه بس انا ما بعرف ليش احطه رهيب. رهيب طبعا يا اخي، مستر بيست رهيب، مستر بيست رهيب. صح انه صاحبه تحول واخر اشي هو دعمه بكل عين وقحة، بس لازم هيك يعمل عشان، بس ملك اليوتيوب، ملك اليوتيوب، ما حدا بده، ملك يجيبه. ملك اليوتيوب، لو شو ما سوى يعني مستر بيست بيضل يعني هو ملك اليوتيوب، بيعمل اشياء ولا حدا بيسويها. راح انتاركتيكا، مين سواها؟ في يوتيوبر راح انتاركتيكا؟ اصلا ما حدا بيقدر بالعالم يروح انتاركتيكا، هو الوحيد اللي عملها. هذا اللي بعده شوكليت ليركست، هذا ما بعرف مين من الخنزير، هذا ما بعرف شو بالضبط، خنزير خلينا نسميه خلاص، خنزير ما بعرفه كمان. هاي ما بعرف مين هاي، مو ليلي بونز اللي كانت بفاين مع كينج باش؟ ايوه yes. مو هاي هي؟ yes, yes. اسمع تعيس اذا هاي هي، يعني انا ما متاكد، هاي صراحه من منظرها انا ما بعرفها. انا ما بعرفها والله، بس تعيس، تعيسه جدا تعيس. تمام، بيوتي باي رهيب، رهيب اكيد رهيب، بيوتي باي ليجند مان باليوتيوب من زمان، من اول ما فتح. شو محتوى هو اصلا؟ هيك بس بيطلع بيحكي هيك. تمام. انتقاد كمان، ما عنده محتوى رسمي، ما في محتوى رسمي، لا أوكي. هيك كله ميكس. هذا ما بعرف مين، اوكي، بس شكله بيض. هذا كمان ما بعرف مين، شكله بيض وشكله كمان بيض. هذا ما بعرف كمان مين، هذا راح احطه تحت. ما بعرف شكله تعيس. شكله تعيس، هاي مليون بالمية تعيس، هاي ام خشم ما بعرف اسمها، نسيت. جابي، جابي بتعرفها جد؟ جابي، جابي بس دائما بدراما. شو محتواها؟ دراما، اوكي والله، وبتبكي، تطلع بتبكي لو عزوز يعني، لا كليبات لها، بس اكتب جابي كراينج حتلاقي. طيب سريع، هذا ما بعرف مين، حاط ماسك، كيف الواحد بده يعرفه اصلا؟ المهم خلينا نحطه، ما بعرف. هذا كمان ما بعرف مين هذا، هذا اليكس وسابي، يمكن اليكس وسابي، تعرف الوسابي محتوى اطفال، ما بعرف لو هذا هو ولا لا. شو الوسابي هذا بحطوه مع السوشي الاخضر؟ والله جاي بعرف، والله بعرف، والله بعرف. هذا يعني محتوى تاع اطفال، ما راح احطه تعيس، احطه عادي لانه محتوى يعني تاع اطفال، يعني مو تاع ناس واعيه تيجي تحضره. هاي كمان ما بعرف،
ما بعرف هاي شو بدها، هاي تروح تزوج تعتني بأحفادها، ما بعرف شو مدخلها باليوتيوب. هلا رايس جام راح احطه جيد جيد، رايس جام جيد. هاد شو بيعمل؟ انا ولا واحد جد. زمان كان ينزل محتوى، كنت دائما احضر رايس جام زمان لما كان المحتوى؟ يعمل ستريم يلعب كول اوف دوتي، هيك يحكي بنات، يدخل بنات عنده، فاني يعني ايه فاني أوكي. كوميدي وهيك. بس هلا بطل، هلا رجع للستريم، بس مو زي قبل يعني، قبل كان إشي تاني. هذا ما بعرف. هذا عرفته، هذا زمان كنت احضره لما كنت صغير، بس للاسف طلع اخر شيء هذا فوفو بوي. طلع فوفو بوي، فحنحطه، راح تعرف راح احطه عادي لانه كنت احضره زمان. بس فوفو بوي، بس فوفو بوي، بس خلاص عادي كنت احضره زمان. هي اتس فريد هيك بيعمل. هذا ما بعرف، بس فوفو هذا هذا ما بعرف، رجال مره والله ما بعرف. سنايبر وولف هلا من جديد، هاي هاي تعيس حلوه، هاي عراقيه جد، بس تعيسه بشكل مو طبيعي. ليش؟ ليش في واحد بضل بنتقد فيها اسمه جاك سبتاجاي، ومن جديد دخلوا بدراما لانه راحت على البيت تاعه. يعني هي امريكيه عايشه بامريكا بس اصلا عراقي. اصلا عراقي. اوكي، راحت على البيت تاعه، صورت البيت تاعه، نزلته على الانستغرام وبتحكي انا جاي عندك اتفاهم معك. بس هي عملت الحركه هاي يعني بشكل على اساس غير مباشر عشان الفانس تاعونها يعرفوا بيت هاد، وانت بتعرف بامريكا لو واحد يعرف بيت ثاني يصيروا يتصلوا على الاف بي اي، مثل في واحد جد اتصلوا ودخلوا عليه. هي وهداك خاف وما بعرف شو. هاي الشغله اصلا باليوتيوب اللي بيعملها المفروض يخسر قناته. Last night, Sniper Wolf, a massive YouTuber, showed up outside of our home, recorded a video of our home, and then posted it to her 5.6 million Instagram followers, goading me with the line Let's talk like adults. بس اليوتيوب كتير بيحبوها لدرجة انه ما عملوا لها اشي. بس حكوا لها راح نشيل منك المونتايزيشن لمدة شهر يمكن هيك. بس ولا شيء يعني، ولا شيء بالاخر. فجدا تعيس، واخر شيء اعتذرت بعد ما في انا ريل نزلته عندي او شورت شو ريل نزلته على يوتيوب عندي، اعطاني علامة صفراء لاني كنت بحكي عن فلسطين. اما هي عملت كل هالشيء بس هاي عادي عادي، اليوتيوب هيك يعني. بكل بلاتفورم في فيفورتيزم. طيب. بكل بلاتفورم، باليوتيوب في، بتويتش في، بكل مكان. جاك سبتاجاي هذا هو اللي عملت له، حاطينه جنب بعض كمان. حاطينه جنب بعض. فححطه عادي، ما حضرته الصراحة قبل، بس ححطه عادي. بحسه هيك يعني زي بيوتي باي، محتوى هيك أوكي. راندوم. هاي مرت بيوتي باي. وال كيف تعرف عن جد؟ هاي ماتزاري مارتي مارتيزيا مارتيزيا لا نسيت شو اسمها. المهم هاي هي موزاريلا، موزاريلا اشي زي هيك اسمها. راح احطها عادي، ما بعرف شو بتعمل. بتعمل محتوى كمان؟ بتعمل محتوى، بس اتوقع محتواها تاع بنات، مكياج وما مكياج. هذا تشيكن ناجت ليك لوست، ما بعرفه. هذا هلا اسمه جوجي، مغني صار، ما بعرف لو بتعرفه ولا لا. شو كان اسمه؟ اشوف تعال جيم ويز وي شو بي كومبلي. عرفته؟ نو نو نو. شو كان اسمه؟ فرانك، نسيت شو اسمه. فرانكشتاين، بينك جاي. كتير في له ميمز، لو شفت ميم له اكيد حتعرفه. المهم حاس انا عن جد اني بعرفه. هذا رهيب. اوف هذا رهيب، يس رهيب، محتوى فنان. هاي ليكسي دوردلي، ما بعرفها. هاي كمان ما بعرفها. لحظه صدقت. هاي ما بعرفها كمان. هاي بعرفها، انا بعرفها، كان بتحب واحد وتركوا بعض. هاي زمان. بس هاي فاين كتير فاين على يوتيوب. انا بس محتواها كتير كرنج، بتقعد تعمل، بس محتواها انها تعمل حركات بوجهها. ايه عندها ملامح وجه قويه. بس هاي هي. يس. هذا ما بعرفه كمان. هذا شو كان اسمه؟ هذا كانه فوفو. هذا نسيت شو اسمه. جيمس شارلز، هذا فوفو على الاخر. طب ليه بتتابعه وحفظان اسمه؟ بعرفه، معروف، دخل بكتير دراماز. هذا ما بتعرف قبل كان عم بيرتب اولاد عمرهم 15 و14. والله داخل بكتير دراما عند الاجانب، عم بيرتب اولاد عمرهم 14 بالمره. هو كمان كان عمره وقتها 20 وعم بيرتب اولاد عمرهم 14. قاصرات، قاصرين. قاصرين، بيحكوا لهم تعالوا البيت وما عليك والفلوس علي وكل شيء. ولسه موجود على اليوتيوب هذا؟ موجود لهلا كمان. هيك اليوتيوب يعني، اللي بتحبه خلص بتصير تمشيله، بتمشيله. يوتيوب، شو يوتيوب؟ ما بالغلط شكلت شيء. طيب المهم هذا كمان ما بعرف مين هذا. شو حطه؟ ما بعرف، راح احط ما بعرف. يوتيوب ما في، شو خلص راح اخلي يوتيوب تحت. هذا نسيت شو اسمه، بس كمان هذا كاتمان نسيت شو اسمه. بس المهم نفس الشيء تعيس يعني، محتوى جدا. هو حرام ححطه عادي لانه بيعمل اشياء، بيعمل دوكيومنتريز وماسك الطفه طبيعي. بس يعني هذا وضعه زي وضع جيمس شارلز، هو ويا اصحابه كثير. فالمهم جيك بول اوكي جيد الصراحه. زمان ما كنت احب محتواه، بس هلا حتى بيستحق رهيب هلا، لانه عمل كتير اشياء يعني. هذا هو نفس الملاكم صح ولا اخوه؟ هو نفسه، هو واخوه، بس هو اكثر ملاكم ملاكم. فيعني عمل كتير اشياء بالملاكمه، ما ضروري اصلا كان يطلع يروح يلاكم، بس طلع ملاكم.
مع انه معاه فلوس. والبرايم لمين؟ له ولا لاخوه؟ يا لوغان. اوكي بس يعني ما كان ضروري، لكن عنده فلوس، حب يعمل شيء، عنده فلوس، عنده كل شيء، فبيقدر كان يقعد وما يعمل شيء، بس بده يتعب عليها شوي. حسنا بيتعب بالضبط. يعني تعب عشان يوصل للمكان. بتذكر انه كان مكروه زمان، كان كثير مكروه لانه كان يعمل اشياء يعني يعلم الاطفال اشياء غلط جدا، فعشان هيك كان. طيب مازن اختر لي بس هلا واحد، اخر واحد، بس اخر واحد تحطه بالرهيب. اخر واحد احطه بالرهيب، ما ضروري احط واحد ثاني، بس واحد يلا، بس ما بعرف، خلاص اختار واحد من هدول. من هدول بس؟ ايه، في لوغان بول وفي كي اس اي، واحد منهم. والله ولا حدا، ما واحد منهم من الموجودين، في احسن منهم اكيد، بس واحد من هدول لو بدي اعطي لواحد من هدول خلاص غصبا عني الرهيب راح اعطيه اكيد يعني لكي اس اي. طب مازن، انا ما جبتك لمش تقيم صراحه. شو جبتني؟ تجد تحتفل ولا ما احتفلت بالمليون؟ يا بنات يا بنات يا بنات يا اللي ما اول فيديو لك انا جد كنت بخير جاي على قايد. لا والله جد، اي طفيت شيء فكروا متفقين ولا هيك، بس جد انا جاي، ما حدا بيعرف قيم. وهي بالون 1 مليون 1 مليون 1 مليون صراحة. ثانك يو. هو الانسان بعرفه بحياتي هيك ريل انسان جاب مليون على اليوتيوب، ومازن يعني صراحة بيستحقها كثير لانه انسان مجتهد عن جد، مو لانه قدامي بس. ال 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 عمل له بلير للكلمة، لانه بينزل كل يوم فيديو يوتيوب تقريبا. هلا كم صار لك؟ سنتين وصلت؟ صار لي لا سنه وشهر وعايش حياته طبيعيه، وبطلع بيصور وكل شيء. انا بصور يوم ايه يوم لا، وبحس حالي مضغوط وما بقدر اكمل حياتي. ومع اديتر ومازن بيعمل كل شيء لحاله فعليا. لازم تفنش عزوز، فلازم نفنش عزوز. فمبروك مازن، الله يبارك والله تستاهل. شكرا على الاحتفالية، هي احتفالية هيك يعني، هي مو احتفالية هي بس هيك يعني. طب الكيك، هلا بدنا نجرب الكيك. هلا اللي عم بيصير، نحن كنا زعلانين على هالموضوع، وبنفس الوقت الحياة مستمرة، وفي ناس يعني عندن حياة ورا الكاميرا. اوكي، في شغل، في طلعة، في ناس بيروحوا على المستشفى، في ناس مريضة، في كل شيء يعني عم بيصير عادي. ومو معناه انه اللي عم بيصير انه خلص لازم انا اوقف كل شيء بالحياه، هي عم تستمر. بس نحن من يوتيوبرز عم ننزل وبنحاول نعمل اللي بنقدر نعمله، وعم ندعي كمان، فهذا اللي بنقدر نعمله. هو اللي بنقدر نسويه هو انه نحكي عنهم دائما، ما نسكت عن اللي بيصير، ننشر عن الاشياء اللي قاعده بتصير هناك عشان الناس كلها تعرف، لانه في ناس ما بيفتحوا الاخبار، ما بيشوفوا الا من الستوري تاعك. لما انت تحكي، لما صلك تحكي على القضيه، انت هيك بتخلي القضيه عايشه، فهذا اللي بنقدر نسويه. بس ما بنقدر نوقف حياتنا تماما وخلص، دام هيك قاعد بيصير، وكل ما يصير هيك خلص توقف. لو هيك كنا كمان لازم نوقف لما صار هيك بسوريا. صح. نفس الشيء صارت. صح. بسوريا هاي الاوضاع كمان هلا، صار بليبيا وصار بكثير دول، مو بليبيا بكل بكتير. هو بس هلا اللي عم بيصير بغزه شيء ثاني، يعني قضيه اسلاميه. فالمهم شيء جدا، ما ندخل هلا بالموضوع، خلي هذا له فيديوهات خاصه له. فهلا نحتفل لمازن، باركوا له. ادخلوا باركوا له. والله يا مازن شوف، انا طول عمري كان بديك توصل مليون بس مشان اخذ الكيكه تبعيتك عزوز. نفسي افنشك ولسه ما اشتغلت عندي. خصم لي 3 دراهم. عن جد؟ شو اللي عم جد؟ 1 مليون. او ماي جاد. شوفوا شباب، انا اكثر شيء متحمس اكله اللي هو صوت. انتبه توقع بس بايدك عزوز. توقع راس مازن اللي هون. يا شباب انا ما بخاف من الشوكولاته. بطلع جلاتين من تمك على الكيكه وزمنا معك. نحن كنا جرتوه مثل 1 مليون حبيبي. مازن جبت لك هديه بس كمان. شو؟ ها؟ شو الهدية؟ والله عم نقول تذكر الفيديو اللي صورناه مع بعض؟ اوكي قبل هذا. آه. من الشخصيات اللي بتحبها كانت زد، صح؟ قلت لك زد. وقتها اتصلت لي انت. اتصل لي بيوم فجأة حكى لي شو زد ولا ثرش؟ قلت له زد، بعدين سكر بوجهي وبس، هذا اللي صار. شكرا. ثانك يو. وبس هذا هو الفيديو لليوم. ما كنت متوقع، والله جد ما كنت متوقع. ليش عامل حالك عم تحكي معي؟ لا ما بحكي معك، انا مترجم. مترجم. لما يعمل بدايه الفازات تسولف. ما كنت متوقع عن جد هذا الشيء. جد شكرا، شكرا لكم، شكرا لاسامه على الهديه الزد. انا زد هذا من انا ويا زمان، لما كنت بتذكر ب
باليابان بمنطقة شيغوراغيغورا. هاي اليابانية اللي حيدرس فيها حكت لي. كنت أنا وزد زمان كتير صحبة بهاي الفترة. فشكرا على هاي الهدية وشكرا على الكيكة. هلأ بدنا نروح ناكلها. نشوفكم مرة جاي. سلام عليكم.